ولمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن المجزرة التي وقعت في جبلة بمحافظة بابل، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد اللعاني. أهلا بك دكتور عبد الحميد. بداية، أصدرتم أنتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن المجزرة التي وقعت في جبلة بمحافظة بابل. السؤال، أو واصفين أيها بالممنهجة، أو وصفتموها بالممنهجة، السؤال هنا، إلى ما ارتكزتم في هذا الوصف دكتور عبد الحميد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. أهلاً. نعم، بكل الأسف هي جريمة ممنهجة، ولكل الأسف نقول أنها هذه المجزرة هي ليست بالجديدة على حال العراق عقب الاحتلال الذي شهد لا نقول العشرات ولا المئات بل الآلاف من أمثال هذه المجزرة. هي مجزرة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، سواء كان على المقياس العالمي أو حتى على مقياس الجرائم والانتهاكات التي حدثت في العراق. وحينما نقول أنها ممنهجة فذلك لأنها ليست جريمة نادرة وقليلة الحدوث، وإنما سبقها كما قلت الآلاف من هذه الجرائم. والرابط بين هذه الجرائم وهذه المجازر هو أن الفاعل حينما يقوم بها ويرتكبها إنما يقوم بها لتحقيق عدة غايات، وأهمها هو الانتقام من أهالي العراق، وتحديدا في بعض المناطق التي تكثر مثل هذه المجازر وهذه الانتهاكات، وصولا إلى تحقيق مشاريع مشاريع لمرتكبي هذه المجازر ومن ورائهم. نعم دكتور عبد الحميد، يعني في ظل الرواية الحكومية التي كذبها شهود العيان وأهل المغدورين، كيف تنظر لتعامل قوات سوات عبر أسلحتها الثقيلة ضد فرد داخل منزله بصحبة عائلته من أطفال ونساء عزل؟ يعني هؤلاء كما قلنا في حوادث سابقة للأسف هم باتوا أدوات تتحرك لتلبية رغبات الأسياد، ولم يعد هنالك أي معنى لما يتخذونه من ستار وشعارات وهو تحقيق الأمن وغيره، وإنما كما قلت قبل قليل تحقيق رغبات لأشخاص ومؤسسات وأحزاب ونحوها. فهذه القوات هي يفترض أن تكون تستخدم السلاح وتستخدم القوة لحماية أهل البلد وتحقيق الأمن والأمان والدفاع عن الأهالي عن البلد عن الناس ضد أي إجرام وضد أي اعتداء. لكن الذي نراه أنها هي تتخذ هذه الشعارات ووجودها أو اسمها الرسمي لتحقيق وتلبية مطامع ورغبات الآمرين لها، سواء كانوا من السياسيين ومن الأحزاب والمتنفذين وحتى بعض أفراد هؤلاء القوات، وهي كما قلت قبل قليل ليست المرة الأولى التي تنفذ مثل هذه القوات هذه أو غيرها، سواء كانت السوات أو غيرها. الأجهزة الأمنية عندنا في العراق كلها باتت للأسف لا تعبر عن حقيقة ما يطمح إليه العراقيون وما يجب أن يكون عليه الوضع الأمني. فهذه هي كما قلت مجزرة لتحقيق رغبة هذا الشخص الذي تكلمت عنه وذكرت وفضحته شقيقة المغدور في هذه المجزرة. دكتور عبد الحميد، تثبت الوقائع أن القوات الحكومية أصبحت مستخدمة لتصفية الحسابات بين المسؤولين والمواطنين، هل لا يزال هناك فرق بين القوات النظامية والميليشيات كما يرى بعض العراقيين؟ يعني العراقيون يدركون أنه وقد تابعوا وواكبوا ماذا جرى في العراق عقب الاحتلال، ورأوا أن هذه القوات سواء بكل مسمياتها الرسمية نتكلم، سواء كانت جيشا قوى أمن داخلي وغيرها من أسماء ومسميات كثيرة، هي تشكلت في الأساس من الميليشيات، ثم بعد ذلك جرى عليها أكثر من مرة ما يسمى بالدمج، دمج الميليشيات معها. اليوم هنالك ميليشيات تكون على نوعين، ميليشيات
تحمل راية أو صفة رسمية لأجهزة الأمنية الرسمية، وميليشيات تجاهر برايتها الميليشياوية. والفعل واحد، وهو عدم تحقيق الأمن للعراقيين، تحقيق رغبات الأسياد المالكين سواء كانوا من أحزاب وسياسيين أو متنفذين أو حتى من بعض أفراد هذه القوات، بل البعض أيضا يأتمر بأوامر خارجية لتنفيذ هذه المشاريع، والمجني عليه هو الشعب العراقي بجميع شرائحه. دكتور عبد الحميد، هناك من يرى أن الغريري قتل مرتين، مرة على يد قوات سوات والثانية على يد الإعلام الموالي للحكومة، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني للأسف الإعلام قد بات مفضوحا في كذبه، والشعب العراقي يدرك ذلك جيدا، ولكن نحن نقول لم يقتل هذا الإعلام بفبركاته وكذبه وزيفه، لم يقتله، وإنما فضح حقيقة كذب هؤلاء، ولا سيما في تناقضات هذا التزييف وهذه الفبركات. فلذلك هو قتل أو نقول فضح حقيقة الأجهزة الأمنية وحقيقة ما يجري في العراق عموما، لأنه هذه الجريمة التي حدثت اليوم نحن يجب أن لا نفصلها عن المآسي الأخرى الكثيرة والعديدة التي تجري في العراق. فالجريمة اليوم هي سلسلة ضمن جرائم وانتهاكات عديدة ومتكررة وكثيرة جدا، وهي كلها وجه من أوجه هذا الفساد وهذا السوء، سوء الحالة السياسية والعملية السياسية التي لم تجلب للعراقيين في كل الملفات إلا الويل والثبور. أخيرا، في ظل استهانة الحكومة والميليشيات التابعة لها بأرواح العراقيين، باعتقادكم دكتور عبد الحميد، ما الواجب على المدنيين فعله لتفادي أن يكونوا أرقاما تذهب إلى الموت مجانا كما حصل مع مدنيين من عشيرة الغرير مؤخرا؟ يعني يجب أنه نقول كما قلت في سؤالك السابق، جوابا على سؤالك السابق، أن هذه الجريمة لا يمكن أن نفصلها عن بقية الملفات الأخرى. لذلك نقول أنه يجب أن يفكر العراقيون جميعا بشكل جاد بوضع أيديهم بأيدي بعض والتكاتف لإزالة الأسباب من جذورها، فلا نتكلم عن حلول جزئية ولا عن حلول ترقيعية، وإنما نتكلم عن قضية كلية من ورائها باتت مثل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وهذه المآسي. لذلك لا بد من إزالة هذه العملية السياسية التي باتت مظلة تحمي الفاسدين وتحمي المجرمين الذين يرتكبون الجرائم، سواء كانت الإدارة المالية أو الجرائم الجنائية بالاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم ومقدساتهم وأعراضهم وكرامتهم. كل ذلك، كل تلك الجرائم تأتي اليوم في تحت مظلة قانونية، شهودها شهود زور الذين يشاركون فيها من قريب أو من بعيد كل أصنافهم، ولا حل إلا بإزالة هذه المظلة وكشف هؤلاء جميعا ليعود للعراقي أمنهم وأمانهم بعد أن يكون هنالك حكومة وطنية حقيقية بعيدا عن هذه الأسس التي جاء بها الاحتلال ومن تعاون مع الاحتلال وبع جارة السوء إيران. وإلى ذلك الحين ستبقى تتكرر مثل هذه الجرائم ومثل هذه المآسي، سائلين الله تعالى أن يفرج عن العراقي ما هم فيه. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.